يا ولاد إذا المباشر متابعي الكرام متابعين شوف تيفي كما كتشوفوا معنا كنتواجدوا بسوق السبت، سوق السبت نواحي عمارة التسخيرات تمارة، يعني كما كتشوفوا أثمان ديال الدجاج شحال واصلة بهاد الروم؟ آه 80 درهم، يعني بحال هذا 80 درهم. هنا ايوا كارو شفتي يعني كما كتشوفوا هنا كنتواجدوا يعني عند صاحب الدواجن وكذلك يعني اللي كنشوف فيه السات صغار يعني هنا رومي بحال بحال ها كروازي شحال الثمن 13 درهم 13 درهم واللي بغى الجمله راه يقاد معاه مرحبا بكم راه معروف هنا في الدخله ديال سوق السبت ما يسهل عليكم شو ست درهم كروازي شحال الرقم ديال التليفون ديالك يعني الاخوان اللي بغى حتى الجمله ولا بغى شي حاجه بزايد ولا هذه راه موجود يعني شحال الرقم 0 13 31 00 86 06 يوسف 13 31 دبل 0 86 اللي بغى يعني شي حاجه الجمله ولا هذه يجي عند يوسف هنايا في سوق السبت يعني الخير موجود اذا خليكم معنا متابعي الكرام متابعين شفت فيديو يعني تشوفوا هذه الجوله اللي انا غنكتشفوا فيها الاثمنه ديال الدواجن وكيفاش يعني شوف يعني انواع طيور الدجاج يعني الرومي كروازي كنشوف يعني انواع اشكال الاثمنه يعني حتى الاثمنه مناسبه
الملون الملون بل الوان واسع في كل الله يعطيك السلام عليكم. نتاع المباشر زينا في السوق ديال الازوان السوق. السلام عليكم شوف تي في من هذا المنبر كنحييكم وكنحييك انت بالخصوص السيد طريق المحترم الصحفي النزيه ديالنا كنشكروك من هذا المنبر. السوق كما كتعرف سوق السبت معروف على الصعيد العالمي. سوق السبت سامدي سوق السبت معروف بزاف الانواع بزاف الاشكال. كاين القرنه كاين اللحم كاين باش تقدا شي حاجه كاين المكان ديال الخضره. ودابا حنا متواجدين في المكان ديال الطيور وديال الاوز. كما كتلاحظ هنايا الاوز ذات السداده راه كيبيع هادشي ديال الاواز وهادشي ديال الارانب كنتقداو من عنده. هادشي جميل وكنجيو نبدلو الصولاجه وشويه وراك عارف واحد السوق موسمي يعني كيسهل بالنسبه للاشخاص اللي عندهم ظروف صعبه كيجيو يتقدموا منه نظرا للغلاء المعيشي. العمل السكر الثمن هذا هو اللي كيجمع الناس. ونتمنوا من السلطات ان شاء الله يحافظوا عليه ولا يواكبوه ولا يحاولوا ينظموه وتكون واحد النظام ويكون واحد المكان اللي هو ستابل اللي كيجيو الناس يعني في مختلف الاجناس يعني كيجيو الناس يعني من على برا كيجيو لسوق السبت. هذا معروف سوق السبت يعني قديم بزاف الاشياء اللي هي زوينه وصراحه حنا كنتمنوا ان شاء الله تكون مواكبه ويكون يعني يراعيوا المرافق ديال السوق. يعني تناخذوا كاينش تنظيم ما كاينش بزاف الاشياء اللي زيان يعني النظافه يعني قليله شويه يعني بزاف الاشياء اللي كنلاحظوا فيه خاصها تقاد. ونتمنوا من الله ان شاء الله يكون واحد الالتفاته كبيره لسوق السبت. وشكرا جزيلا لكم انتم شوف تي في. شكرا جزيلا ميرسي بوكو. اذا على المباشر متابع الكرام متابع شوف تي في يعني كما السوق صراحه المواطنين فعلا تشوف ان السوق خاص يعني شويه ديال يعني يعاودوا يعني الاصلاح ديالو لان السوق معروف نوع عمل تسكره التمارة سي نجيب معروف هنا نجيب معروف هنا يعني نجيب عجائب نجيب نجيب يعني كل ما كتعطي الناس كتوعيهم على الطيور على الدجاج على يعني جميع الطيور بصفه عامه جميع انواع الطيور اليوم نصادفوك مرحبا بك كيما ديما اخويا مرحبا الاجواء ديال توازن الطيور اول حاجه السلام عليكم كذا اخويا طريق مرحبا بكم معنا في سوق السبت ديال تماره. حنا اليوم بتاريخ 4 في شهر 11 2023. اجواء السوق زوينه اللهم بارك كاين ما يدار سليعه دواجن. انا كما كتعرفوا القناه ديالي على اليوتيوب وفيسبوك عجائب نجيب كندير هادشي ديال الدواجن وكنعطي المعلومات وكلشي بما فيه الكفايه واليوم ونصائح وكلشي. واليوم نيت راه عندنا شي سليعه موجوده ديال البراهما وفيومي وهذا نديو للمشاهدين ديالك ياخذوا فكره على هذا النوع هذا. تعرف لا البراهما لا بزاف ديال الدواجن الا يعني تعرفت عليهم بطريقه يعني عليك انت يعني هذاك الشيء راه انواع اخويا طارق راه ماشي غا الدجاج دجاج وصافي راه كل حاجه والنوع ديال هذاك البراهما اخويا هذاك ذكروا انت هو ديال البراهما اللهم بارك وزيد في ذلك. انا ندفعهم لك يخرجوا لعندك في سير انا ندفعهم يخرجوا لعندك هذاك ذكيرو انت هو ديال البراهما هذوك ما بين 700-800 درهم الثمن ديالهم اخويا طارق. هذاك الاصول ديالهم تيقولوا من البرازيل اخويا طارق هذاك زوين هذاك النوع ديال البراهما وتبارك الله هذاك فيتاميني هذاك فيه شويه ديال الفيتامين وناقص الدهون يعني ما فيهش الدهون بزاف. ديكور زوين والمناعه ديالو قويه وتيعيش واحد المده طويله في العمر ديالو. هذاك هو النتوه ديالو راه فيهم الوان كثيره راه ما فيهمش هذاك اللون هذاك راه فيهم الوان كثيره. وهذاك اللي حداهم تما راه هذاك راه الفيومي هذا الفيومي المصري هذا الاصول ديال مصر عاوتاني هذا تبارك الله هذاك فيومي مصري هذوك غير فرارج هذوك ديال الفيومي المصري هذوك الاصول ديالهم من مصر هذاك الاصل ديالو خلوي هذاك كما تنقولوا شدوا الاخوان المصريين في واحد الوقت وهجنوه
بداو كيخرجوا من السلاله وشدينا حنا المغاربه استوردناه ولينا نخدموا به نظرا للانتاجيه ديال البيض ديالو. هاد النوع ديال البراهمه ها النتيوه ديالو اجي تشوف اخويا طارق، هي هادي هي الدجاجه ديال البراهمه تبارك الله بياضه مزيان اللهم بارك وزيد في جاي. المهم شحال تبقاو بغيتي الجوجه شحال تتبقى؟ الجوجه ديال ديال في يومي كتوصل حتى 300 درهم، ما بين 250 درهم حتى 300 درهم، لان دابا في يومي ولا عليه طلب بزاف كثير وتا ولا قلال في السوق، داكشي علاش بدا يطلع في الثمن ومطلوب لانه بزاف كتبيض بزاف كتبيض بزاف والمناعه ديالو قويه تبارك الله، يعني كيستحمل بزاف ديال الظروف ديال الشتاء والبرد وهذا ما تيتاثرش بالامراض الدغيا، وحتى في العمر ديالو تيعيش واحد المده طويله واللحم ديالو خالي من الدهون. يعني هذا النوع ديال في يومي كما تنقولوا من الانواع ديال اللحوم البيضاء الجافه. زيد شي اللي بغيت يا خويا طارق اللهم يسر. بس اسك الناس يعني ما يعني كتعطي نصائح يعني تعطي حتى القناه ديال خويا نجيب للناس ان شاء الله انا كنتفرج المتابعين. مرحبا بك، القناه ديالي فيها الافاده، كنعطي للناس كندير جولات في الاسواق المغربيه بحال هذا الشكل هذا، كنوري للناس انواع الدواجن والطيور والحمام الفراخ الاثمنه المعلومات بصفه عامه. اللي بغى يتابعونا معنا واللي بغى يتفرج معنا يدخل عجائب نجيب العربيه فيسبوك ويوتيوب فيسبوك ويوتيوب يدخل تابونا وراه غيدي المعلومات مزيان تبارك الله. وكما قلنا هذا المشروع ديال الدواجن مشروع مربح زوين خصك تعرف كيفاش تتعامل معاه وراه غيخلي لك على خير البركه. ومرحبا بالمتابعين ديالك في سوق السبت تماره. يوسف حداك يوسف. مرحبا بالمتابعين ديالك في سوق السبت تماره في اي وقت مرحبا بهم يجيو راه مزوزين فوق الراس حتى انت اخي طارق مرحبا بك في اي وقت. مرحبا اخي. ضروري. اذا على المباشر متابعي الكرام متابعي اللي كتلقى به بالدجاج يعني جميع انواع الطيور. اذا على المباشر متابعي الكرام هنا نقول لكم دمتم في رعايه الله الى بث مباشر اخر.